السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نحييكم من شاشة تلفزيون قطار وعبر برنامج بيزات، البرنامج اللي ييكم يوم الجمعة. نتمنى دائما يسعدكم ويقدم لكم الجائزة والمعلومة. وفي البداية دائما نذكر بأرقام الاتصال لهذا البرنامج على الرقم 44-333-4444 وإضافة مفتاح دولة قطر للمتصلين من الخارج. وأيضا في البداية دائما نتذكر فيديو قصير يشرح آلية البرنامج وطريقة البرنامج من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى والثانية. خلونا نشوفهم في هذا الفيديو القصير، ومن ثم نأخذ أول اتصال لهذه الليلة. تقدرون تفوزون معنا خلال 60 ثانية، ولا تحاتون، بيزاتكم موجودة. المتصل راح يمر في مرحلتين، المرحلة الأولى إنه يجمع أكثر عدد ممكن من الأجوبة الصحيحة في أسئلة صح وخطأ في خلال 60 ثانية، والمرحلة الثانية إنه يختار من بين 4 اختيارات، واللي بتعطيه الفرصة إنه يضاعف بيزاته أو يطلع بنفس المبلغ أو ياخذ نص المبلغ أو الربع. في كل الأحوال أنتوا رابحين معنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في هذه الليلة. نتمنى أيضا يحالف الحظ الكثير من المتصلين، وإحنا في هذا البرنامج ما عندنا حد خاسر، ودائما كل متصل مكسب لنا، ونتشرف بكل الاتصالات من الدول العربية والخليجية وأيضا من خارج الدول العربية أينما يصل بس شاشة تلفزيون قطر. إذن أعزائي المشاهدين، أول اتصال الليلة معنا أختنا سارة من الدوحة من قطر. نقول لك مساك الله بالخير ومسائك سعيد يا اختي ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلونك يا اختي ساره؟ بخير يسلمك. طيب ان شاء الله. الحمد لله. الله يحفظ كل اللي عندك، واسمع صوتهم من الاطفال ويحفظك لهم. امين ان شاء الله. جاهزه يا ساره؟ نبتدي اول سؤال لك باذن الله. اذا نزلوا لي اسئله اختي ساره من الدوحه، وسؤالك الاول يقول: تمتد سلسلة جبال الانديز في أمريكا الجنوبية على أكثر من 7000 كيلومتر مربع أو كيلومتر. إذن يبلغ عدد السكان داخل قطر في نهاية أغسطس 2023 نحو 2,969,437 نسمة. قالت صح. إذن جميل. ويوجد بحر سرقوسة في وسط المحيط الأطلسي. خطأ. معليش. وتوفي الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الرملة بفلسطين العزيزة علينا. صح. جميل. وأصبح مركز الفروسي الشقب عضوا في مؤسسة قطر عام 2004. صح. جميل جميل. ويبلغ طول الرجلين الأماميتين لتمثال أبو الهول في مصر 20 مترا. خطأ. وهذا آخر سؤال لك يا سارة، ما شاء الله عليك، يعني وفقتي. 2500 ريال في المرحلة الأولى عرض عليك، ما شاء الله عليك، عرض عليك 6 من الأسئلة، أجبتي على 5 وأخفقتي في 1 فقط لا غير. وهذا الرقم الأمامنا واللي تابع مشاهدنا الكريم يعني مرشح للارتفاع في المرحلة الثانية والأخيرة. والله يوفقك في بيزاتك يا سارة، وإذا جاهزة ننزل بيزاتك إن شاء الله بإذن الله. إذا نزلوا لي بيزات أختي سارة على الشاشة. وسارة عندك 1 و2 و3 و4. واحد. الله واحد. نشوف واحد شو يقول لأختي سارة. إذا الخمسين برا، الخمسين ريحتي نفسك منها، ما قصرتي الخمسين، رحتي عن سارة. الآن عندك 2 و3 و4، وأتمنى 25 ترحل الحين. قالت 3. إذا 3 شو يقول؟ الثلاثة يقول لريالين برا، لريالين برا، مو من نصيب سارة.
الآن عندك 2 و4 وأتمنى الريال هي نصيبك اللي تخلي المبلغ على الشاشة مثل ما هو. 4 قالت. إذا نشوف 4 25 برا 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 نفس المبلغ يا سارة وتستاهلين رغم 2 عطاك نفس المبلغ 2500 ريال. ألف 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 مبروك تستاهلين. إذا يعني جاوبت على 5 من الأسئلة ومن حقها وكان ودنا يتضاعف هذا المبلغ لأختنا سارة. إذا نداء من الدوحة مساك الله بالخير أختي نداء. يا هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أختي نداء؟ الله يعافيك. الحمد لله يا رب يعطيك العافية. نداء إن شاء الله جاهز ننزل أسئلتك بشكل سريع وإن شاء الله تجاوبين عليهم كلهم بطريقة صحيحة. يا رب إن شاء بإذن الله. يا رب. إن شاء الله هذه الدعوة مستجابة من رب العالمين لك. ونقول أول سؤال لك يا أختي نداء يقول ألف العالم اللغوي سيبويه أول كتاب في النحو العربي وعنوانه الكتاب. صح. جميل. وتم تسجيل 4283 مركبة خصوصية جديدة بقطر خلال يوليو 2023. خطأ. ما عليش. واللي بعده التدفيق هو النوم وأنت ما زلت تسمع كلام الناس. والله حتى الاسم غريب علي. خطأ. ما عليش. وتمثل الإناث نسبة 45% من جملة السكان بدولة قطر. صح. وتم الإعلان عن تفكيك الاتحاد السوفيتي يوم 25 ديسمبر 1991. صح. جميل. وتبلغ مساحة جزيرة كوريسيكا الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط 8722 كيلومتر مربع. خطأ. السؤال اللي بعده وتم تسجيل 4539 مخالفة مرورية بقطع الإشارة الضوئية خلال يوليو 2023. صح. وهذا آخر سؤال لك يا نداء. صح أو خطأ؟ صح. إيش قلتي؟ إذن جميل والله. ونحذر أيضا من هذه المخالفة الجسيمة. نحذر نفسنا ونحذر كل مستخدمي السيارات لا تشيلون النتيجة. بس دقيقة يا إخواني. نحذر من هذه النتيجة الخطيرة في قطع الإشارة الحمراء تسببت في كوارث كبيرة جدا. نتمنى دائما الالتزام وأيضا نشد على يد المرور والإدارة العامة للمرور في اتخاذ إجراءات صارمة في من يقطع الإشارة حمراء. فنبيكم دائما سالمين يا اخواني من مشاهدين ومتابعين. اذا نداء طرح عليك 7 من الاسئله اجبتي على 3 واخفقتي في 4 وهذا ليس مقياس لمضاعفه المبلغ الى 3000 ريال. جاهزه نداء ننزل بيزاتك؟ ان شاء الله باذن الله. اذا نزلوا لي بيزات اختي نداء على الشاشه وعندك يا نداء 1 و2 و3 و4 ولك الحريه ايش تستبعدين منهم؟ يا الله اي رقم كيفك؟ لك الخيار اختي نداء. نقول 3. نقول 3. نشوف 3 ايش يقول. الثلاث يقول الاقل راح يا نداء. الاقل راح لله. راح وان شاء الله تلحقينا بال50. انت ان شاء الله تمشين خطوات ثابته الان. عندك 1 و2 و4 يا نداء. نقول 2 يا رب. نقول 2. نشوف 2 ايش يقول لي نداء. إذا الاثنين يقول ريالين. اللي بيعطيك ضعف المبلغ راح والواحد موجود. الواحد موجود وعندك 1 و4. واحد ابني بيقول 1. إن شاء الله إن شاء الله نشوف 1 شي يقول. الواحد شي يقول. يقول الريال برا برا الريال والخمسين درهم عطتك نصف المبلغ يعني دا ما كنا نتمنى لك. 750 ريال هذا نصيبك وألف مبروك حمدي. حياك الله أخوي حمدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي حمدي. شلونك؟ الحمد لله يسلمك. طيب إن شاء الله. طيب طيب حالك. ما شاء الله عليك حمدي. من وين تكلمني؟ من الدوحة؟ من الغرافة. من الغرافة. حيا الله الغرافة وجميع مناطق قطر وكل مشاهدينا في هذه اللحظات من خلال برنامج بيزات. حمدي معلوماتك ان شاء الله تأهلك ان تجيبني على كل الاسئله اللي بتطرح عليك ان شاء الله.
بإذن الله. الله يوفقك يا حمدي. ونزلوا لي أسئلة أخوي حمدي من الدوحة، ويقول لك السؤال الأول: تمثل الألفاظ العربية نسبة 10% من مفردات اللغة السواحلية. خطأ. جميل. ويبلغ عدد الجزر التابعة لليونان حوالي 9841 جزيرة. صح. جميل. ويبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال أغسطس 2023 حوالي 3.19 مليار ريال. صح. جميل. والرمل الكثير يقال له في اللغة العربية العقنقل. صح. جميل. اختبأ رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيام في 9 أيام في غار ثور قبل أن يتوجه إلى المدينة المنورة. خطأ. وسيشارك 36 منتخبا في منافسات كأس العالم لكرة السلة 2027 بالدوحة. صح. وهذا آخر سؤال يا أخوي حمدي، ما شاء الله وفقت، يعني 2500 ريال في المرحلة الأولى، ما شاء الله عليك، يعني مثل المتسابقة الأولى. طرح عليك 6 من الأسئلة، أخفقت 1 فقط وأجبت على 5 أسئلة صحيحة. نتمنى الآن في المرحلة الثانية يا حمدي الله يوفقك، وتصير المكافأة أو الجائزة 5000 ريال قطري. جاهز ننزل بيزاتك يا حمدي؟ جاهز إن شاء الله. إذا نزلوا لي بيزات أخوي حمدي من الدوحة على الشاشة، وعندك 1 و2 و3 و4، إيش تبي تستبعد بشكل سريع يا حمدي؟ رقم 2. 2، نشوف 2 شو يقول. نصيبك 25 مهبلك، مهبلك، وهي أصغر العملات على الشاشة، راحت ودعتنا، قالت أنا مو من نصيب حمدي، إن شاء الله نصيبك في الأكبر. عندك 1 و3 و4 يا حمدي. 1 الله 1، نشوف 1 شي يقول. إذن الواحد يقول لريالين، اليوم لريالين، ما أدري ليش ما تبي متسابقين، ما أعرف ليش ما تبغي. الآن عندك 3 و4 يا حمدي، والواحد موجود اللي تخلي لك مبلغ 2500 مثل ما هو. تبي تستبعد لي الآن؟ 4. نشوف 4 ايش يقول. شوف الأربعة ويقول لك 50، باي 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 باي. والثلاثة عطتك نفس المبلغ يا حمدي، 2500 ريال، تستاهل، هذا نصيبك. يعني كان المفروض المبلغ 5000 ريال، انت صمت حتى طلعت بنتيجة 2500 ريال وهي نصيبك مكتوبة لك. إذن سعدي معانا من الدوحة. السلام عليكم. سعدي من الدوحة، حياك الله أخوي سعدي. الله يحييك ويبارك. شلونك طال عمرك؟ بخير يعطيك العافية. سعدي عندك إلمام كامل بطريقة البرنامج من بدايته حتى نهايته؟ إي نعم إن شاء الله. يعني ما لازم نسأل، ندخل على طول في الأسئلة. إن شاء الله. بإذن الله. إذن الله يوفقك يا سعدي. وسؤالك الأول يقول: تبلغ مساحة قصر الحمراء في قرناطة 142 ألف متر مربع. خطأ. معليش. ويستغرق القمر 30 يوما للدوران حول الأرض. نعم صح. معليش. اسم تايلاند يعني أرض الأحرار. خطأ. معليش. وحصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام عام 2021. صح. وقطر ستستضيف بطولة العالم السادسة للبرماتور خلال فبراير 2024. خطأ. وأول من رفع الأذان في الإسلام هو بلال بن رباح. جميل. وتم هذا العام إدراج موقع أريحة بفلسطين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. صح. جميل. وصلت نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية في قطر إلى حوالي 30%، وهذا آخر سؤال يا سعدي وأتمنى التوفق فيه. خطأ. جميل جميل. إذن حصلت 1500 ريال في المرحلة الأولى يا أخوي سعدي من خلال 8 أسئلة، ما شاء الله تروح عليك 8 أسئلة، والله كنت تمنيتم الثمانية صحيحة، وعدد ليس ببسيط 8، يعني بالنسبة للمتصلين أو المشاركين يعني غالبا نوصل من 6 إلى 7 أسئلة في الأقصى. طيب الآن 8 أسئلة أجبت على 3 وأخفقت في 5،
وهذا ليس مقياس انك تدبل هذه الجائزه الى 3000 ريال قطريه. سعدي جاهز ننزل بيزاتك؟ ان شاء الله جاهز. نزلوا لي بيزات اخوي سعدي من الدوحه على الشاشه، وعندك 1 و2 و3 و4 يا سعدي. اختار 2 ان شاء الله. 2 نشوف 2 ايش يقول. وال25 برا، انا اتمنى انك تمشي بثبات وتطلع لي الحين ال50 من بين 1 و3 و4. ان شاء الله اقول 3 باذن الله. في وين؟ في وين؟ ايش بتطلع يا سعدي؟ 3. قال 3، اذا 3 الريالين بعد مو من نصيبك، وعندك 1 و4 والله يوفقك في الريال، وانا ما اعرف وين مكانها يا سعدي. استبعد لي واحده من العملات الحين. 4 ان شاء الله. 4 قال 4، اذا 4 تقول 50 باي باي مو من نصيب سعدي. والثلاثة اول واحد عطتك نفس المبلغ يا سعدي 1500 ريال، تستاهلها تستاهلها تستاهلها، يعني ثبت فعلا حتى خد جائزتك بنجاح، يعني حتى ما نزلت منها شيء. اذا عفاف حياك الله اختي عفاف، ويا مرحبا مرحبا بك ومساك سعيد. شلونك اختي عفاف؟ الحمد لله بخير. مستعد ان شاء الله ندش في المسابقه على طول ان شاء الله باذن الله. اذا نزلوا لي اسئله اختي عفاف من الدوحه، وسؤالك الاول يقول: شارك 16 منتخبا في بطوله كاس اسيا للناشئين تحت 16 عاما بالدوحه. صح. معليش، والسلفادور هي البلد الوحيد بامريكا الوسطى التي لا تملك سواحل على البحر الكاريبي. جميل. والصحابي أبو عبيدة ابن الجراح هو الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أمين الأمة. صح. جميل. ويرتبط ميناء حمد بأكثر من 100 ميناء حول العالم. صح. جميل. وتم اعتماد التقويم الهجري في عام 12 للهجرة. خطأ. جميل. و نقلت عاصمة غواتيمالا من مكانها إلى ثلاث مرات، اثنتان منها بسبب الانهيارات الطينية والبراكين. خطأ. وتشمل شبكة الخطوط الجوية القطرية أكثر من 160 وجهة عالمية. وهذا آخر سؤال يا عفاف، أتمنى الإجابة الصحيحة. إيش قلتي يا عفاف؟ صح. إذن جميل، وصلتي إلى 2500 ريال في المرحلة الأولى، ما شاء الله عليك. طرح عليك 7 من الأسئلة، أجبت على 5 وأخفقتي في 2. أتمنى الآن الجائزة تصير 5000 ريال لأختي عفاف من خلال طبعا بيزات اللي بتكون على الشاشة. جاهزة يا عفاف ننزل بيزاتك؟ جاهزة. إذن نزلوا لي بيزات أختي عفاف على الشاشة، وعندك 1 و2 و3 و4، وين تعتقدين 25 وهي الأقل تستبعدينها؟ ثلاثة. نشوف الثلاثة ايش يقول. اذا ال50 ما راح تبعيد، ال50 راحت، وان شاء الله الحين تلحقها ال25، ويتمون الواحد والاثنين اللي تعطيك، الواحد تعطيك نفس المبلغ والاثنين تضاعف لك المبلغ. اذا عندك 1 و2 و4 يا عفاف. اثنين. نشوف اثنين ايش يقول. اذا الاثنين ال25 برا، واصفق لك من الحين اصفق لك، لان في الحالتين يا عفاف يا نفس المبلغ يا ضعف المبلغ. براحتك اختاري وطيري لي واحده من البيزات اللي على الشاشه. واحد. الله واحد. نشوف واحد شو يقول. اذا الريال برا 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 برا، الريال برا 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 برا. وعفاف يعني 5000 ريال وفقتي في المرحلة الأولى وختمتيها مسك في المرحلة الثانية، تستاهلينها، وألف ألف مبروك وشكرا على الاتصال. إذا أعزائي المشاهدين خلونا ناخذ فاصل قصير نريحكم شوي، ومن ثم نرجع نتواصل معاكم ومع اتصالاتكم العزيزة علينا في برنامج بيزا. تقدرون تفوزون معانا خلال 60 ثانية، ولا تحاتون، بيزاتكم موجودة. المتصل راح يمر في مرحلتين،
المرحلة الأولى إن يجمع أكثر عدد ممكن من الأجوبة الصحيحة في أسئلة صح وخطأ في خلال 60 ثانية، والمرحلة الثانية إن يختار من بين 4 اختيارات، واللي بتعطي الفرصة إن يضاعف بيزاته أو يطلع بنفس المبلغ أو ياخذ نص المبلغ أو الربع. في كل الأحوال أنتوا رابحين معنا. تقدرون تفوزون معانا خلال 60 ثانية، ولا تحاتون، بيزاتكم موجودة. المتصل راح يمر في مرحلتين، المرحلة الأولى إنه يجمع أكثر عدد ممكن من الأجوبة الصحيحة في أسئلة صح وخطأ في خلال 60 ثانية، والمرحلة الثانية إنه يختار من بين 4 اختيارات، واللي بتعطي الفرصة إنه يضاعف بيزاته أو يطلع بنفس المبلغ أو ياخذ نص المبلغ أو الربع. في كل الأحوال أنتوا رابحين معنا. رجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين في برنامج بيزات، ونذكر أيضا للمشاركة في هذا البرنامج الاتصال على الهاتف 4433 4 4 4. وطبعا هناك مجموعة من الخطوط تخدم هذا الرقم، ونتمنى دائما مشاركاتكم من داخل الدولة ومن خارج الدولة. إذا معنا حياة من الدوحة من قطر. حياة الله أختي حياة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي حياة شلونك؟ الحمد لله، الله يسلمك. إن شاء الله جاهزة ومعلوماتك بإذن الله تسعفك أنك تجيبين على كل الأسئلة. إن شاء الله بإذن الله. الله وياك ويوفقك. ونشوف السؤال الأول لأختي حياة من الدوحة، ويقول: تأسس برنامج الجيل المبهر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث عام 2010. صح. جميل. والآية عدد 245 من سورة البقرة تسمى آية الكرسي. صح. معليش. وبلغت حصة دولة قطر من الحجاج لعام الماضي 4400 حاج. خطأ. وسمي شهر جماد الأول لوقوعه في فصل الشتاء عندما يتجمد الماء. صح. جميل. واندلعت حرب بين السلفادور وهندوراس عام 1969 بسبب تأهل هندوراس لمونديال عام 1970. خطأ. معليش. وتأسس معهد قطر أمريكا للثقافة عام 2017. صح. جميل. السنة الهجرية تتقدم كل عام 21 يوماً. صح. وهذا كان آخر سؤال لك يا أختي حياة. أجبتي على 3 أسئلة من 7 أسئلة وأخفقتي في 4، وأصبح عندك 1500 ريال. نتمنى تكون 3000 ريال قطرية يا حياة. جاهزة ننزل بيزاتك؟ أيوة جاهزة. إذن نزلوا لي بيزات أختي حياة على الشاشة، وحياة عندك 1 2 3 4، وبسرعة فكري وطيري لي واحدة من البيزات. ثلاثة. شو تقول؟ ثلاثة تقول لريال، مو بنصيبك يا حياة. إن شاء الله تكون نصيبك لريالين اللي بتعطيك 3000 ريال قطري، وهي موجودة يا ورا 1 ولا 2 ولا 4. واحد. الله واحد. نشوف واحد شو يقول. إذن 25 هي الأقل. أنا أرتاح من المتسابق يطلع البيز اللي عليها 25 درهم، أنا أرتاح، لأنه بيكون المبلغ أحسن وأفضل من العملة الأقل. إذن عندك 2 و4. يعني نتمنى فعلا. قالت اثنين. الاثنين وراها 50 درهم والأربعة يا حياة، عطيتك ضعف المبلغ 3000 ريال اقطري. حياة كنت متوقعة أنك تضعفين هذا المبلغ؟ لا والله. ما كنت يعني هذه يمكن يعني مكتوبة لك من رب العالمين، ودائما احنا نقول هذه يعني دائما يتحكم فيها القدر، احنا مالنا فيها
أيد صراحة حتى من يعمل خلف الكواليس على هذا الكمبيوتر أحياناً يمكن يعرف بعض العملات، وأحياناً من كثر ما يغير بين متسابق والثاني ما يعرف حتى العملة اللي موجودة وراء الكوينز أو وراء العملة المعدنية. إذن ألف مبروك لك وصبري من الدوحة. حياك الله أخوي صبري. الله يحييك يا مرحبا. شلونك أخوي صبري؟ طيب الله يحييك ويسلم، أخبارك طيب؟ إن شاء الله دائماً دائماً إن شاء الله. صبري شلون يوم الجمعة؟ يعني عندنا في قطر دائماً هناك يعني طقوس يمكن يوم الجمعة من تجمع الأسرة وأيضاً الأحبة والعزايم، شلون يوم الجمعة وياك يا صبري؟ والله الأمور طيبة الحمد لله، طالعين مع الأهل والأمور بخير إن شاء الله. الله الحمد لله. يعني دائماً يوم الجمعة يمكن يجمع الأحبة بما أنه يوم إجازة وأيضاً يوم محبب لدى المسلمين كافة. صبري جاهز إن شاء الله؟ بإذن الله جاهز. بإذن الله. والله يوفقك يا صبري. وسؤالك الأول يقول يا صبري، أصبحت مدينة ماناغوا عاصمة الجمهورية نيكاراغوا في عام 1857. صحيح. جميل. وأطلق برنامج قطر جينيوم عام 2015 لدراسة التركيب الجيني لسكان القطريين. غلط. ما عليش. والإعصار الذي ضرب مدينة درنا الليبية اسمه الإعصار دانيال. الله يشافي كل المصابين وإخواننا في دولة ليبيا وأيضا المملكة المغربية. تم حل منظمة الوحدة الأفريقية عام 2006. غلط. جميل. والبريكس هو تجمع اقتصادي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا. خطأ. وتغطي الصحراء القاحلة حوالي 35% من مساحة ناميبيا. وهذا آخر سؤال يا أخي صبري. خطأ. جاوبنا عليه إن شاء الله إجابة صحيحة. إذن جميل جميل. 2000 ريال في المرحلة الأولى يا صبري، طرح عليك 6 من الأسئلة، أجبت على 4 وأخفقت 2. نتمنى الآن 2000 تصير 4000 ريال. وإذا جاهز يا صبري ننزل بيزاتك. جاهز إن شاء الله. جاهز. إذن نزلوا لي بيزات أخوي صبري على الشاشة. ويا صبري عندك 1 و2 و3 و4، وش تختار تستبعد؟ رقم 4. رقم 4 استبعد أخونا صبري، وهو لريالين. لريالين. ليش يا لريالين؟ اليوم أنت الظاهر يعني مو من نصيب متصليننا، ولو إحنا نتمنى دائما لريالين. عندك 1 و2 و3 يا صبري، والريال موجود اللي تخلي المبلغ نفس ما هو على الشاشة. 1 الله 1. نشوف واحد شي يقول. إذا 25 برا وعندك 2 و3 ولك الحرية بشكل سريع يا صبري، وفالك لريال. 2 2 نشوف 2 شي يقول. إذا الاثنين يقول 50 برا والثلاثة فالك اللي هي الريال، عطتك نفس المبلغ يا صبري. تستاهل تستاهل. صمت لين آخر الجولة الثانية ونلت 2000، طبعا تستحقها وشاكرين لك الاتصال. فاطمة معنا. السلام عليكم. عليكم السلام اختي فاطمة، مساك الله بالخير. يا ليت ترفعين لي صوتك الله يحفظك، ونبتدي في الأسئلة بشكل سريع. الله يمسك بإذن الله. إذن فاطمة سؤالك الأول يقول، جنوب أفريقيا لها 3 عواصم تشريعية وإدارية و قضائية. صح. قالت صح. جميل. والخليفة مروان بن محمد هو آخر خلفاء الدولة الأموية. خطأ. ما عليش. وتأسس صندوق قطر للتنمية عام 2018. صح. قالت صح. ما عليش. وتأسس أول مجمع للغة العربية في مدينة دمشق عام 1919. خطأ. ما عليش. واستمرت حرب الاستقلال المكسيكية من عام 1775 إلى عام 1783. صح. ما عليش. وفازان هي عاصمة جمهورية غازان هي عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية. وحارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري هو أول شهيد في غزوة بدر، وهذا آخر سؤال. خطأ.
صح؟ جميل. إذن ألف ريال، ألف ريال في المرحلة الأولى، ما شاء الله عليك، طلع عليك مجموعة من الأسئلة يا فاطمة، وفقتي في اثنين وفقتي في خمسة. نتمنى الآن الألف تصير مضاعفة إلى 2000 ريال، ونزلوا لي بيزات أختي فاطمة حتى نستغل الوقت على الشاشة. وفاطمة عندك واحد واثنين وثلاثة وأربعة، إيش تبين تستبعدين من بيزاتك؟ واحد. قالت واحد ولا رقم ثاني يا فاطمة؟ إيش قلتي؟ صوتك بعيد يا فاطمة. واحد واحد. واحد، الله واحد، نشوف واحد شي يقول. إذا الخمسين باي باي، الخمسين مو من نصيبك، وإن شاء الله تكون الخمس وعشرين مهم من نصيبك، وعندك اثنين وثلاثة وأربعة. بسم الله، نقول ثلاث. نشوف ثلاثة شي يقول لأختي فاطمة. إذا الريالين مو من نصيبك يا فاطمة، نتمنى كانت الريالين، نتمنى الريال موجود اللي بتعطيك نفس المبلغ، ولا نتمناه يقل عن هذا المبلغ اللي على الشاشة. يا فاطمة قولي لي اثنين ولا أربعة؟ أربعة. قالت أربعة، إذا نشوف الأربعة شو يقول. الأربعة يقول 25. باي 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 باي، والريال عطتك نفس المبلغ يا فاطمة، ألف ريال تستاهلينها، ولو كنا نتمنى مضاعفة هذا المبلغ، لكن هذا نصيبك وحظك. صالح من الدوحة، حياك الله يا أخوي صالح ومساك سعيد. صالح شلونك يا صالح؟ صالح معانا؟ اي نعم معاك. الله ينعم عليك، شلونك أخوي صالح؟ بخير الله يطول عمرك. عمرك يطول إن شاء الله يا صالح، تتوفق بإذن الله وتسعدنا جميعا بمضاعفة المبلغ اللي راح تحصده في الجولة الأولى بإذن الله بالريالين. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، بسم الله. نعم بالله. إذن نزلوا لي أسئلة أخوي صالح من الدوحة، ويقول لك: معبد أبو سنبل في مصر بناه الملك رمسيس الثاني عام 1264 قبل الميلاد. صح. جميل. وتم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في مارس 2022 العام الماضي يعني. صحيح صحيح. ما عليش. وبدأ بناء سور الصين العظيم في القرن الخامس قبل الميلاد. صح. ما عليش. وتعني كلمة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك حول القصر. صحيح. جميل. وعيار 24 غراطا في الذهب يعني أنه ذهب خالص بنسبة 100%. بنسبة 99%. صح يا صح ام خطا؟ جميل. اذا توجد 279 مدرسه وروضه حكوميه في قطر يدرس بها 132 الف طالبا وطالبه. صح صح. وهذا اخر سؤال. جميل صالح، انا كنت اتمنى انك تكون اسرع، لكن الخيره فيما اختاره الله. تروح عليك 6 من الاسئله اخوي صالح، اجبت على 4 واخفقت في 2، وأصبح عندك 2000 ريال على الشاشة، نتمناها 4000 ريال قطري إن شاء الله بإذن الله. إذا مكتوب لك راح تأخذها، ودائما يعني في هذا البرنامج ما حد فينا خاسر، بالعكس احنا نتمنى دائما الفوز للمتصلين، ويسعدنا احنا ك يعني أسرة برنامج ان نسعدكم في ليلة من ايام الجمعة المباركة. اذا نزلوا لي بيزات اخوي صالح على الشاشة، ونتمنى الألفين تصير 4000 يا صالح، وعندك واحد واثنين وثلاثة واربعة. ثلاثة. ثلاثة، نشوف ثلاثة شي يقول اخوي صالح. اذا الريال راحت، ان شاء الله الخيرة في الريالين اللي موجودة، وموجودة يا تحت واحد أو اثنين أو أربعة. إن شاء الله رقم واحد. واحد، الله واحد، نشوف واحد شي يقول. إذا 25 وهي لقل برا، راحت راحت. الآن موجودة 50 وموجودة طبعا لريالين. نتمنى لك الفوز يا صالح. وين تعتقد مضاعفة الجائزة؟ وين؟ الاثنين. الاثنين، نشوف اثنين شي يقول. إذا الاثنين قال لا، لريالين مو من نصيب صالح، والخمسين عطتك نصف المبلغ، والله ما كنا نتمناه ينزل عن الألفين، لكن هذه طريقة المسابقة يا أخوي صالح، وألف مبروك. إذا أحمد،
محمد معانا من الدوحة، حياك الله يا أبو جاسم. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا أخوي محمد؟ والله بخير جريك. إن شاء الله مبسوط من خلال متابعك ومشاركتك لهذا البرنامج. أكيد، يعطيك العافية. الله يعافيك، إذن كل التوفيق لك بإذن الله، الله يوفقك يا أخوي محمد. ونشوف السؤال الأول لأخوي محمد من الدوحة، ويقول: بنيت جامعة الغرويين في المغرب عام 145 للهجرة. صح. قال صح. إذن فاز مطار حمد الدولي بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط لعام 2023. صح. جميل. وافتتحت قناة السويس يوم 17 نوفمبر 1869. صح. جميل. وحدد سعر الجازولين 95 سوبر في قطر خلال سبتمبر الجاري بريالين فاصلة 5 درهم ريال. غلط. جميل. وتضررت 530 مؤسسة تعليمية بسبب زلزال المغرب الأخير، الزلزال المدمر. صحيح. الله يشافي مرضاهم. صحيح. واستمر حكم الخلافة العباسية لحوالي 524 سنة أو عاما. صحيح. جميل. وسيستمر المعرض الدولي للبستنة إكسبو قطر 2023 مدة 3 أشهر. غلط. آخر سؤال يا محمد. غلط. جميل جميل، لأن أنا ما أعتقد هو 6 أشهر تقريبا. إذن محمد ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عليك، طرح عليك 7 من الأسئلة، أجبت على 6 وأخفقت في 1 فقط، ولو أجبت عليك كنت أجبت على كل الأسئلة اللي طرحت عليك. ما شاء الله عليك، معلومات طيبة عندك يا محمد. والآن نتمنى 3000 ريال تصير 6000 ريال بإذن الله. جاهز يا محمد ننزل بيزاتك؟ جاهز. إذن نزلوا لي بيزات أخوي محمد على الشاشة من الدوحة، وعندك 1 و2 و3 و4 يا محمد، إيش تبي تشيل من بيزاتك؟ 4. نشوف الأربعة شو يقول حق أخوي محمد. إذن لا اليوم لريالين مو براضي علينا كلنا، مو براضي علينا كلنا، حتى أسرة البرنامج مو براضي. لكن إن شاء الله يا محمد 3000 بإذن الله، والله دعوة من كل قلبي إنها ما تروح ولا تصير النصف ولا الربع بإذن الله. عندك 1 و2 و3 يا محمد، توكل على رب العباد. 1 الله واحد. نشوف واحد شي يقول. إذن الواحد يقول 25. مع السلامة. مع السلامة، ما كنا نتمناها أصلا نصيب محمد. عندك 2 و3 يا محمد. 3. قال 3. نشوف 3 شو وراء. إذن 50 باي باي، والاثنين عطتك نفس المبلغ يا محمد، 3000 ريال تستاهلها، تستاهلها، والله تستاهلها، لأن ما كنا نتمنى أن تنزل عن هذا المبلغ. أجبت على إجابات جميلة وسريعة أيضا. إذن أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل قصير بعد نرتاح وياكم شوي، ومن ثم نرجع نأخذ اتصالاتكم العزيزة علينا. تقدرون تفوزون معانا خلال 60 ثانية، ولا تحاتون، بيزاتكم موجودة. المتصل راح يمر في مرحلتين، بالمرحلة الأولى إنه يجمع أكثر عدد ممكن من الأجوبة الصحيحة في أسئلة صح وخطأ في خلال 60 ثانية، والمرحلة الثانية إنه يختار من بين 4 اختيارات، واللي بتعطيه الفرصة إنه يضاعف بيزاته أو يطلع بنفس المبلغ أو ياخذ نص المبلغ أو الربع. في كل الأحوال أنتوا رابحين معنا. تقدرون تفوزون معنا خلال 60 ثانية، ولا تحاتون، بيزاتكم موجودة. المتصل راح يمر في مرحلتين، المرحلة الأولى إنه يجمع أكثر عدد ممكن من الأجوبة الصحيحة في أسئلة صح وخطأ في خلال 60 ثانية، والمرحلة الثانية إنه يختار من بين 4 اختيارات، واللي بتعطيه الفرصة إنه يضاعف بيزاته أو يطلع بنفس المبلغ أو ياخذ نص المبلغ أو الربع. في كل الأحوال أنتوا رابحين معنا.
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، ونتمنى دائما أنا وجميع الزملاء أن نسعدكم من خلال تقديم هذا البرنامج ونقدم لكم الكثير من المعلومات اللي نستفيد منها جميعا. إذا معانا عالية من الدوحة ونقول مساك الله بالخير أختي عالية. أهلين، شلونك يا أختي عالية؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. الحمد لله. أنا أختي عالية يا ليت يعني أتمنى أن ترفعين صوتك حتى أيضا نسمع الإجابات وما يضيع علينا الوقت من خلال طرحنا للإجابات. جاهزة يا عالية؟ إن شاء الله بإذن الله. إذا نزلوا لي أسئلة أختي عالية من الدوحة، والسؤال الأول يقول: إيرلندا هي الدولة الوحيدة التي تقع على حدود المملكة المتحدة. خطأ. معليش. الأتميميوم معلم شهير يقع أو معلم شهير يقع في مدينة بروكسل البلجيكية. صح. حتى الأسامي حطها المعدة. ستنظم النسخة المقبلة من معرض صنع في قطر في أكتوبر 2023. صح. جميل. معليش. ويبلغ عدد سكان مدينة طوكيو اليابانية نحو 37.5 مليون نسمة. صح. جميل. وتأسست جامعة هارفارد الأمريكية عام 1636. خطأ. وعقد أول اجتماع لمجلس إدارة المركز القطري للصحافة في ديسمبر 2019. صح. وبلغت قيمة العقارات المباعة في قطر خلال يوليو الماضي 1.549 مليون ريال قطري. صح. وهذا آخر سؤال لك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا عالية. طرح عليك من الأسئلة 7، أجبتي على 3 وأخفقتي في 4. نتمنى 3000 ريال تصبح لأختي عالية ب 3000 ريال، ال 1500 تصبح 3000 ريال في المرحلة الثانية. جاهزة ننزل بيزاتك يا عالية؟ إيه جاهزة. إذا نزلوا لي بيزات أختي عالية من الدوحة على الشاشة، وعندك 1 و2 و3 و4. 2 نشوف 2 شو يقول. 2 يقول 25 برا. أصفق لك إن شاء الله من الحين، من الحين أصفق لك. عندك 1 و3 و4 عالية، وإن شاء الله تكونين عالية في كل شيء إن شاء الله بإذن الله. إذن عندك 1 و3 و4. 4 نشوف 4 شو يقول لك عالية. إذن 25 برا 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 برا. 50 و25 مو من نصيبك. نصيبك يا 1500 يا 3000 ريال قطرية عالية. والحين استبعدي لي بشكل سريع وانت مطمئنة واحدة من البيزات. واحد الله واحد. شو يقول الواحد؟ الواحد يقول لريال برا، والثلاثة عطتك ضعف المبلغ 3000 ريال قطرية عالية. تستاهلين تستاهلين. دائما نتمنى الفوز في مضاعفة الجائزة لكل متصل، ولا نتمنى الخسارة له. إذا وصال معنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي وصال شلونك؟ الحمد لله طيبة إن شاء الله. دوم طيبة. جاهزة يا وصال؟ إيه جاهزة. بسم الله. إذا نزلوا لي أسئلة أختي وصال من الدوحة، وسؤالك الأول يقول: فدوز هو اسم عاصمة إمارة ليختشتاين في أوروبا الوسطى. سرعة يا وصال، حتى أنا شرت في الاسم صراحة. إيش قالت؟ صح. قالت صح. إذن جميل. ويبلغ طول المسار في حلبة لوسيل الدولية 5.4 كيلومتر. صح. جميل جميل. ويبلغ عدد زوار متحف اللوفر في فرنسا 3.8 مليون سائح في عام 2022. قالت صح. إذن بلغ عدد زوار، إذن يوجد في مروة بالسودان نحو 220 هرما، أي ضعف عدد أهرامات مصر. صح. جميل. وخلال يوليو 2023 ولد 1110 مولودا ذكرا في قطر مقابل 1101 أنثى. والصين لها حدود بطول 20. خلص. إذن آخر سؤال لك يا أختي وصال. 2000 ريال ما شاء الله عليك، أيضا ما في أخطاء.
عرض عليك 5 من الأسئلة وأجبتي على 4 وأخطأتي في سؤال واحد فقط. نتمنى الآن 2000 تصير 4000، وإذا جاهزة ننزل بيزاتك إن شاء الله. إذا نزلوا لي بيزات أختي وصال على الشاشة، وعندك 1 و2 و3 و4 يا وصال، وش تبين تستبعدين من البيزات؟ 4 ما شاء الله عليك سريعة. إذا قالت 4 50 باي باي، 50 رحلت ودعتنا بحفظ الله ورعايته، طبعا عملة نحبها وعزيزة على قلوبنا حتى لو كانت درهم واحد. إذا عندك 1 و2 و3 يا وصال. 1 الله 1 نشوف واحد شي يقول. إذن الواحد يقول ريالين قاعد يلعب ابنه، ساعة في يمين الشاشة وساعة في يسار الشاشة، ولا عرفنا مكانه وين بالضبط. إذن 2 و3 والريال موجودة يا وصال. استبعد الاثنين. نشوف الاثنين شي يقول. إذن الاثنين يقول 25 باي باي، والثلاثة يا وصال عطتك نفس المبلغ 2000 ريال. تستاهلينها تستاهلينها، ألف 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 مبروك تستاهلينها. إذا معنا حسام، حياك الله يا أخوي حسام. حياك الله، شلونك يا أخوي حسام؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. كيف يوم الجمعة معاك وهذه الليلة الطيبة؟ تمام كله بخير إن شاء الله دائما يا حسام، إن شاء الله دائما الله، ونتمنى لك الفوز. وإذا جاهز ننزل أسئلتك يا حسام. جاهز بإذن الله. جاهز بإذن الله. إذن الله يوفقك، ونزلوا لي أسئلة أخوي حسام على الشاشة. وسؤالك الأول يقول الصين لها حدود بطول 20.241 كيلومترا مع 15 دولة. خطأ. جميل. وعبد الرحمن عزام هو أول أمين عام لجامعة الدول العربية من 1945 إلى 1952. صح. جميل. وتم اكتشاف قبر الفرعون المصري توت خنق أمون أو أمون عام 1922، يعني من 80 سنة تقريبا. وتأسس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993. خطأ. معليش. وعائلة رومانوف حكمت روسيا من القرن 17 حتى 1967. صح. معليش. ونسبة 46.8 من زوار قطر خلال يوليو الماضي كانوا من دول الخليج. وهذا آخر طرح. سؤال أخوي حسام. إذن يعني ما شاء الله عليك أجبت على 4 من 6 أسئلة طرحت عليك وأخفقت في 2. نتمنى يا حسام 2000 تصبح 4000 ريال بإذن الله. وإذا الله. جاهز ننزل بيزاتك. جاهز جاهز. إذا نزلوا لي بيزات أخوي حسام على الشاشة، وعندك 1 و2 و3 و4 يا حسام، شو تستبعد منهم؟ 1 الله 1 نشوف واحد شو يقول. إذا الواحد يقول وهي الأقل 25. حسام أتمنى تلحقها بال50 الآن. وين وهي موجودة؟ 3 في 3. خلينا نشوف 3 شو يقول. إذا أنت صح، أنت صح يا حسام، أنت صح. الآن يا 2000 يا 4000، يا 2 يا 4، يا 4 يا 2، ايش تبي يا حسام تشيل من بيزاتك؟ وانت ربحان في الحالتين، ما في خساره. انا ربحان سماع صوتكم والمشاركه معكم باذن الله. الله يحييك. بالعكس، هذا يعني هذا دليل على ان احنا نجتهد ونبذل الغالي والنفيس من اجل ارضائكم كمشاهدين ومتابعين لشاشتكم باذن الله، اللي نتمناها دائما الشاشة المفضلة شاشة تلفزيون قطر. وهذا يسعدنا يا أخوي حسام. طيب اختار رقم 2. 2 إن شاء الله ختامها مسك يا حسام. إذا الريالين برا، وطبعا الريال عطتك 2000 يا حسام، والله كنا نتمناها مضاعفة، لكن الخيرة فيما اختاره الله. تستاهل 2000 ريال. ألف 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 مبروك. أعزائي المشاهدين ناخذ احمد. احمد معانا، حياك الله يا اخوي احمد. الله يحييك، مساء الخير. الله يمسيك بالنور احمد، انت اخر اتصال، نتمنى ختامها مسك من عندك، وبسرعه ننزل اسئلتك وان شاء الله توفق. ان شاء الله. بسم الله. نزلوا لي اسئله اخوي احمد على الشاشه، ويقول
الجزء من مليون من المتر يسمى الكيلو أو الميكرو متر. صح. جميل. وتبلغ قيمة الريال القطري أكثر من 22 روبية هندية. صح. جميل. وتم نصب لافتة هوليود لأول مرة عام 1983. خطأ. جميل. واكتشف العلماء طبقة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض عام 1913. خطأ. معليش. ومدينة مومباي الهندية كان اسمها قبل 1995 بومباي أو بومباي. معليش. وانسحبت إيطاليا من ليبيا عام 1943 يا حسام يا أحمد. صح. جميل. وتزن أجراس ساعة بيج بينج اللندنية الشهيرة 3.7 طن. صح. وهذا آخر سؤال لك يا أحمد، ما شاء الله عليك، يعني 2000 ريال حصدت في الجولة الأولى، طرح عليك 7 من الأسئلة أجبت على 4 وأخفقت في 3. نتمنى الآن 2000 تصير 4000 ريال يا أخوي يا أحمد يا أبو يوسف. جاهز ننزل بيزاتك إن شاء الله؟ إذن نزلوا لي بيزات أخوي أحمد من الدوحة. وعندك 1 2 3 4 يا أحمد. 1 الله 1. نشوف واحد شي يقول. إذن 50 برا إن شاء الله بحيل الله. 25 الآن تطلع ترحل تودعنا بكل حب وتقدير لها. 4 2 3 4 يا أحمد. 4 نشوف الأربعة. إذن الريال برا والريالين موجودة. يا الله يا كريم يا الله يا كريم. يتضاعف هذا المبلغ يا أحمد ويصير 4000 ريال وهي موجودة يا تحت 2 أو 3 من. طبعا احنا نتمنى ختامها مسك والله كلنا أمنية أنا وجميع العاملين في هذا البرنامج. أحمد الله يوفقك الآن، توكل لي على الله وشيل لي واحدة من البيزات اللي موجودة. يا 2 يا 3 2 نشوف 2 شو. إذن 25 باي 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 باي. ختامها مسك 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 وعنبر وعطر وماي ورد. يا أحمد أحسنت يا أحمد أحسنت. تستاهل تستاهل يا أحمد تستاهل هذا التشجيع منه. وأيضا التشجيع طبعا أحمد يسعدنا فعلا أن احنا يعني نرضي مشاهدينا وأيضا نسعدهم ونقدم لهم المعلومة ونستفيد أيضا احنا المعلومة من خلال هذا البرنامج. وكلنا أمل أن هذا البرنامج دائما يحوز على رضاكم. إذن قبل لا نختم البرنامج أعزائي المشاهدين، أنتم بإذن الله بكرة موعدين من خلال شاشة تلفزيون قطر في تغطية خاصة لليوم الوطني السعودي. أشقائنا وأحبتنا في المملكة العربية السعودية من الساعة 9 نعم من الساعة 9 إلى 11 مساء نتمناها سهرة موفقة يسعد بها كل مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. ومن أسرة البرنامج أيضا كل التحية والتقدير لكم. ومن الآن يقولون لي طبعا أسرة البرنامج يهنون أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ونحن دائما نهني كل أشقائنا في دول الخليج بهذه المناسبات العزيزة علينا كمواطنين خليجيين. إذن أعزائي المشاهدين كل التحية والتقدير لكم من العاملين معي في هذا البرنامج. نلتقيكم بإذن الله في يوم الجمعة القادمة في حلقة جديدة من برنامج بيزات من الساعة 10 إلى 11 مساء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.